طيب بنات، إذا جينا نتكلم عن الشعر، أي أحد سألتي سواء عندك مشاكل في شعرك أو ما عندك راح يقولك في التغذية الداخلية والتغذية الخارجية، صح؟ فراح أبدأ بالتغذية الداخلية. معروفة إنه قد ما تاخذ يعني قد ما تأكلي ما راح توفي احتياجك من الفيتامينز، بالذات فيتامينات الشعر والأظافر، صح؟ فراح أعطيكم فيتامين بنات سعره يمكن 20 ريال أو شيء زي كذا، يكفيك لمدة شهر في 30 حبة، كل يوم تأخذي حبة، أوكي؟ مكوناته مرة تموت، راح أحط لكم الحين هي في الصورة الجاية، تلقوه طبعا في كل الصيدليات، واذا حابين تسالوا الصيدلي اتس اوكي اسالوا عنه. ما يزود الوزن ولا يفك الشهيه ولا شيء، وراح تدعوا لي عليه بنات، ممتاز للشعر وللاظافر. واذا تبوا نتائج افضل يعني اسرع استخدموا معاه الزيت اللي حكلمكم عنه بعد شويه ومفعله حق الاظافر، راح تدعوا لي، ما راح يخلص شهر الا بتشوفي نتائج مره ملحوظه ومره حلوه. وثاني أهم نقطة اللي هي قص الشعر من الأطراف، هذا أكيد كلكم عارفينها ومفروغ منها، لكن بعطيكم شوية شعوذات صدقوني والله بتفرق معاكم مرة وبتشوف عليها نتائج ملحوظة، يعني خلال شهر شهرين بتشوفي فرق مرة في شعرك، أوكي؟ بالذات إني أنا إنسانة أسوي العجائب في شعري، فمجربة كل شيء في الحياة في الشعر جربته. فعشان تشوفي النتائج ملحوظة، إيش هي الشعوذات اللي بقولكم عليها؟ أول شيء إنك تقصي شعرك من الأطراف في الأيام البيض وسط الشهر، أوكي؟ 13 14 15. ثاني شيء انه اللي تقص لك شعرك تكون واحده طيبه وكريمه، مو الناس يقولوا عنها، انت تكون يعني فاهمه، انت تحسيها كذا انها طيبه، سواء اختك امك شغالتكم جارتك اي واحده تحسيها كريمه وطيبه خليها هي تقص لك، وشوفي والله بتشوفوا فرق مره ملحوظ. يعني انا حتى لو بقص عندي الكوفيره اذا رجعت البيت اخلي اختي الصغيره هي كريمه مره اخليها تقص لي شويه من الاطراف. ونجي لثالث نقطه والاهم واللي هي تغذيه الشعر الخارجيه. انتوا عارفين سواء الحين احنا في الصيف او حتى في طول الوقت جونا احنا حار ودائما طرحه ودائما شعرنا مكتوم ودائما استشوار مجففات وبلا بلا بلا، فهذه الاشياء مره تاثر على الشعر، مره تنشف الشعر وتضعفه وتسبب تساقط وتقصف وغيره وغيره وغيره، اوكي؟ فاهم شيء الزيوت، وانتم عارفين في زيوت طبيعيه كثيره، لكن كل شيء طبيعي انا احس انه بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره، فممكن انه يستفيد وممكن ما يستفيد وممكن تكون نتائجه بطيئه. ايش اللي حلو في المواد المتخصصه للشعر انهم يكونوا ماخذين الماده الفعاله من الشيء الطبيعي اللي بتعطيك نتائج سريعه ويخلطوها مع مواد كمان بتعطيك مواد نتائج سريعه، فكذا بتحصل يعني اسرع نتيجه وفي وقت مره قياسي. وفي هذه النقطه اهم منتجين المفروض نتكلم عنهم اللي هم زيت الارغان ومايونيز الشعر. طيب اول شيء ببدا بالمايونيز، ليش؟ لان اكيد كلكم مر عليكم اي خلطه طبيعيه في الحياة حقت شعر يعني أغلبهم تكون فيها مايونيز، فهذا اللي حلو فيه إنه يعطيك نفس نتائج أو نفس فوائد المايونيز للشعر، لكن يتميز عن المايونيز العادي إنه ما في ريحة أبدا، ريحته مرة عطرية ومرة حلوة. ثانيا إنه ما ينشف في الشعر أبدا، يعني أنا قد جربت المايونيز العادي وقد جربت هذا، العادي مرة ينشف بصعوبة تطلعيه ويخلي شعرك كذا مدهن، عرفتوا؟ أما هذا اللي حلو فيه إنك لو غسلتيه خلاص نفس فكرة حمام الزيت، يعطي شعرك لمعان وحيوية من أول مرة ويبان شعرك مرة مستصح كأنك مسويته تريتمنت في المشغل، فمرة حلو بنات تبي تدلعي شعرك حتى لو ما فيك أي أضرار في شعرك جربي، راح تدعولي عليه. أما بالنسبة لزيت الأرغان بنات فمن ضمن مكوناته كمان زيت الخروع وكم مادة فعالة تعطيكم نتائج مرة حلوة للشعر، يعني سواء كان شعرك يتساقط أو متقصف أو ضعيف وما يطول بسرعة إذا جربتي هذا الزيت راح تشوفي نتائج تهبل. ليش؟ لأنه مرة يغذي الشعر ويعزز نمو الشعر ويساعد إنه يطول بسرعة ويكون أقوى وصحي أكثر، عرفتوا؟ فمرة أرشح لكم عن تجربة، بس استخدموه بالطريقة الصحيحة وبإذن الله بتشوفوا نتائج مرة حلوة عليه. وبالنسبة لسعره يعني أنا أحسه بسعر جلسة واحدة تريتمنت في أي مشغل. وآخر وأهم نقطة بتحافظ لك على كل العناية اللي قاعدة تقدميها لشعرك اللي هو الشامبو. طبعا بنات معروف إنه الشامبوهات الموجودة في الصيدلية وفي السوبر ماركت وفي الأماكن هذه اغلبها تكون فيها مواد تبطل اي معالج او تريتمنت او بروتين انت حطيته على شعرك، اوكي؟ فهذا الشامبو اللي حلو فيه انه يحافظ لك على المعالجات اللي انت حطيتها في شعرك. ثانيا تركيبته مره حلوه، يعني ما فيها المواد اللي تتلف الشعر مع الوقت، وريحته مره حلوه ونقطه منه بس تنظف الشعر من قلب وتعطيك رغوه مره كثيره، يعني يجلس معاكي مره فتره، فمره حلو هذا الشامبو، مره مره ارشحه لكم وجربوه عن تجربه عن تجربه راح تدعوا لي عليه. ونيجي لآخر وأحلى فقرة بالنسبة للشعر اللي هي أجهزة الشعر سواء استشوار فير سيراميك بلا بلا بلا، أوكي؟ طبعا أنا الاستشوار أو المجفف العادي ما أستخدمه ولا أعرف له ولا أنا متعود عليه فما راح أتكلم عنه، لكن راح أكلمكم عن الأشياء اللي راح تفيدكم واللي أنا مجربتها واللي تغنيك عن الصالون، يعني بيكون سعر الجهاز كله بسعر جلسة واحدة بالصالون وبيبقى عندك للأبد وتستخدميه أي وقت تبغيه وبكل سهولة وبساطة وحرفية.
وأول واحد فيهم وأحلاهم واللي بكلمكم عنه هذا الجهاز، طبعا نفس فكرة الاستشواب بس يتميز إنه ما ينفذ شعرك ولا يحتاج منك حرفية، أوكي؟ يعني كأنك مستشورة شعرك لكن بسهولة مرة، حرارته مرة حلوة، بلس طريقته مرة حلوة. فشوفوا كيف معي. طبعا يجيكم هذا الجهاز حقه نفس فكرة الاستشوار، شايفين كيف؟ ولو ثلاث حرارات من هنا مختلفة بحيث انك على حسب القوة اللي تبغيها، ومعاه هذه البراش حقته تركب الفرشة حقته من هنا. طبعا فرشة تتحمل الحرارة مرة ما تتضرر وتقعد عندك فترة مرة طويلة، فدخل الفرشة من هنا كذا وتدوريها بشويش راح تثبت على طول، بس لاني قاعدة اصور بيدي الثانية فصعب اركبه. المهم مرة حلو بنات، وسعره مرة حلو وحرارته مرة حلوة. ونجي لعشقي الابدي السيراميك، طبعا انا ما استغني عنه. ليش؟ لانه يعطي شعرك نعومه مره حلوه، بلس في حرارات مختلفه، فاذا تبي شعرك مره ستريت او تبي شعرك فيه واي في شويه وتقدر تسوي فيه واي في شعرك فمره حلو. بلس انه هذه الانواع اللي انا جبتها اكلمكم عنها من تفرز ايونات، فهذه الايونات تحمي شعرك من حراره السيراميك وبنفس الوقت تعطي شعرك لمعه مره حلوه، عرفتوا؟ واخر منتج ابى اكلمكم عنه واللي اتوقع انكم كلكم تعرفوه وكلكم اصلا جربتوه اللي هو فير جوسي ايبر. طبعا اللي حلو في هذا الفير انه مره سهل في الاستخدام وتقدري تستخدميه بالحالك ويعطيكي نتائج مره حلوه ومره واضحه ومره ثابته، يعني ما تحتاج تحطي معاه سبراي ولا تحتاج تحطي معاه رغوه او اي شيء عشان يثبت شعرك، فمره حلو، حرارته مره حلوه كمان للشعر بسرعه تثبت الشعر، واستخدامه مره سهل، بلس انه يجيكم معاه جلافز بحيث انك تحمي يدك من حرارته. فكمان سعره عليه تخفيض اتوقع الحين في المتجر.